وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. أولا، كيف تم الاستعداد للعام الدراسي الجديد فيما يتعلق بالكشف عن سائقي الحافلات المدرسية؟ وهل هذه العملية تتم في وقت معين مثلا استعدادا للدراسة، أم أنها تستمر على مدار العام الدراسي؟ يعني خلينا اقول لحضرتك ان حملات الكشف هي مستمره من اكثر من 6 سنوات، ويمكن احنا لما بدانا كانت حملات الكشف على كانت نسب التعاطي ما بين سائقي اتوبيسات المدارس كانت عاليه جدا. يعني انا في 2016 2017 كانت تقريبا 12% ما بين سائقي اتوبيسات المدارس. لكن احنا يمكن عنصر الاستدامه تبنيناه في هذه الحملات بشكل كبير، وكان تقريبا كل عام دراسي بنكشف على ما يقرب من 16,000 سائق اتوبيس مدرسه. قدرنا ان احنا نخفض نسب التعاطي من 12% في 2017 الى اقل من 1% في الفتره الحاليه، لان احنا بنشتغل طوال العام الدراسي. كمان نقطه مهمه جدا ان كان في تفاعل ورصد مجتمعي كبير جدا، وكان في اسر لو اشتبهت في اي حاله تعاطي ما بين سائق الاتوبيس المدرسه بيتصلوا بينا على 16023. نعم. وفي خلال 24 ساعه بننزل نعمل الكشف على السائق، واذا كان يعني يتعاطى المواد المخدره بيتم يعني تحويله للنيابه العامه وفصله عن العمل. نعم. الدوله الحقيقه يعني بتتبع اسلوب يعني لا يقبل انصاف الحلول ابدا تجاه مشكله مباشره العمل تحت تاثير مخدرات، سواء اتوبيسات مدارس، سواء يعني جهاز اداري للدوله. حملاتنا في الجهاز الاداري للدوله ايضا تسير على قدم وساق في هذا الصدد. ما هي الاجراءات المتبعه في حاله ثبوت عمليه التعاطي؟ احنا طبعا اللجنه بيبقى فيها ممثل عن وزاره التربيه والتعليم، وممثل عن وزاره الصحه، وممثل عن وزاره الداخليه. وزاره التربيه والتعليم بتاخد الاجراء الاداري بالتنسيق مع المدرسه ان في حاله ثبوت التعاطي بيتم فصل السائق عن العمل. وفي نفس الوقت وزاره الداخليه ممثله في الاداره العامه للمرور والاداره العامه لمكافحه المخدرات بياخدوا الاجراءات بتحويله للنيابه العامه. فبيبقى في قرار اداري وايضا بيبقى في تحويل للنيابه العامه شق جنائي. نعم. كيف يتم تغطيه هذا العدد الكبير من المدارس على مستوى الجمهوريه؟ نتحدث ربما عن عشرات الالاف من المدارس في مختلف المحافظات. احنا طبعا عندنا فرق عمل منتشره في كل محافظات الجمهوريه، فرق من صندوق مكافحه الادمان، وعندنا ايضا شراكات ممتده مع وزاره الصحه ووزاره الداخليه وزاره التربيه والتعليم. فالحقيقه فرق العمل يعني منتشره، وما عندناش اي نقص في الموارد البشريه في هذا الصدد. يمكن عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا حتى في الجهاز الاداري للدوله خلال يعني العامين الماضيين كشفنا على ما يقرب من 600,000 موظف داخل الجهاز الاداري للدوله. نعم. لان احنا عندنا يعني الدوله مخصصه الموارد الماليه والبشريه لهذه المبادره حفاظا على ارواح ابنائنا وارواح المواطنين بشكل عام. شكرا جزيلا دكتور عمرو عثمان، مساعد وزيره التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي.